أسعد الله أوقاتكم. حلقة جديدة من حلقاتنا، أتحدث اليوم عن شخصية مؤثرة في مغرب القرن العشرين. يتعلق الأمر بأحد الشخصيات البارزة في مغرب الحماية ومغرب الاستقلال، لعب أدوارا طلائعية ويعتبر من المؤسسين للحركة الوطنية وجيش التحرير. إنه محمد بن حمو الكاملي. من يكون هذا الرجل ذو الشخصية القوية والبنية الجسمانية القوية والنظرة المرعبة؟ كيف انخرط في صفوف الحركة الوطنية؟ وكيف سعى لتأسيس جيش التحرير؟ وكيف أصبح يشكل خطورة على النظام المخزني؟ ولماذا حكم بالإعدام؟ ولماذا تلقى 14 رصاصة ونجا من الموت بأعجوبة أكثر من مرة؟ وما قصة 14 عاما التي قضاها خلف القضبان في مغرب الاستقلال؟ أسئلة أطرحها لفهم الأدوار الكبيرة والخطيرة لهذا الرجل الذي قام والتي قام بها هذا المقاوم. وكيف أسس رفقة زرقطوني منظمة اليد السوداء ونشط فيها بشكل كبير؟ ابقوا معنا لمعرفة الكثير من التفاصيل التاريخية المتعلقة بهذا المناضل، لا تذهبوا بعيدا. ولد محمد بن حمو الكاملي بقبيلة ولاد سعيد بالشاوية، ويعتبر من أبرز قيادي خلية أسود التحرير إلى جانب الشهداء محمد الزرقطوني وإبراهيم الروداني وعلال بن عبد الله. نشط الرجل ضمن منظمة اليد السوداء التي واجهت المستعمر الفرنسي، وقدمت في سبيل ذلك مجموعة من الشهداء وهبوا حياتهم من أجل استقلال المغرب إلى جانب الشهيد محمد الزرقطوني وفقيه البصري ومحمد منصور. انتقل الرجل للنضال بمنطقة جبال الأطلس، حيث ساهم في تأسيس جيش التحرير. وما أدراك ما جيش التحرير؟ تحت قيادة الفقيه البصري، بالإضافة إلى إشرافه المباشر على العمليات التي استهدفت خزائن الأسلحة في إطار عمليات جيش التحرير، والذي أصبح يشكل خطورة كبرى على النظام ومحاولة احتوائه، مما عرضه لاعتقالات متكررة من طرف المستعمر الفرنسي ومن طرف الحسن الثاني. للإشارة، كان الرجل مسؤولا عن العمليات الفدائية لمنظمة اليد السوداء ضد المستعمر الفرنسي من منطقة بوسكورة بالدار البيضاء، إلى جانب إدريس بن بوبكر وأزيدان، حيث اعتقل وتعرض للتعذيب طال والديه وأسرته كذلك. محمد بن حمو الكاملي له رؤية خاصة ومغايرة لمغرب الاستقلال، وأراد القطع مع الخونة، لذلك رفض اتفاقية إكسليبان مع فرنسا، ولم يرغب في الحصول على استقلال ناقص ومنقوص كما يقال. الرجل لم يخفي موقفه بالمطالبة بتحرير سبتة ومليلية المحتلتين من طرف المحتل الإسباني. نفس الأمر بالنسبة للمناطق الجنوبية. بهذه الرؤية وهذه العزيمة وهذا الموقف السياسي انخرط في تأسيس جيش التحرير، وأسس رفقة البصري والمهدي بن بركة واليوسفي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1958 برؤى مغايرة لما كان سائدا وبتطلعات كبيرة للمستقبل. لم تنتهي من طبيعة الحال حكاية الرجل هنا. حكاية محمد بن حمو الكاملي كلها ابتدأت من اليوم الذي خرج فيه الرجل للبحث عن عمل
فوجد في طريقه بمكتب النقل العمومي بالدار البيضاء أحمد بن بوكر بويري الذي وعده بإيجاد عمل له. توطدت العلاقة بينهما ومع تعرفه على أخيه إدريس بن بوكر البويري انطلق الرجلان في تأسيس خلية مسلحة. يقول محمد بن حمو الكاملي في هذا الصدد: وهكذا التقت الإرادات. تم ربط الأخ إدريس اتصالات بالأخوين محمد بن حمو محمد بن جلون ثم محمد الكردوني، فالتحق بخليتنا وتكلفنا بجلب الأسلحة من الشمال لما لهما من اتصالات واسعة في هذا المضمار. بعدها اتجه التفكير نحو تأسيس تنظيم مسلح قوي، أي تأسيس منظمة سرية. فكان الفضل الكبير للأخ أمشكي البشير، والذي لعب دورا في استقدام الأخ أزيدان عبد السلام أحد الأساتذة البارزين في خليتنا. انتهى كلام الرجل. من أعضاء منظمة اليد السوداء هناك الكثيرون: مولاي الطاهر، أحمد الراشدي، محمد زرقطوني، مبارك هكار، ويوجد بالفرقة الغربية لإقليمي الجديدة وأسفي. قررت منظمة اليد السوداء في بدايتها قتل 3 متعاونين مع الاستعمار، وهم على التوالي: العربي المسكيني، ثم محمد بن نيس، والمقدم عبد الله الفاسي. في مغرب الاستقلال وفي جو الاحتقان السياسي الكبير والتطاحنات الكبيرة، وبعد تأسيسه يعني محمد بن حمو الكاملي لجيش التحرير رفقة البصري، ولحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية رفقة اليوسفي والمهدي بن بركة. وفي إطار هذه الأفكار يعني الجديدة وذات النزعة اليسارية المخالفة لمقطع الإقطاع، حكم على الرجل بالإعدام، ثم حكم عليه بعد ذلك في مؤامرة 1963 ضد النظام يعني نظام الحسن الثاني 14 عاما قضاها الرجل بالسجن. أطلق الحسن الثاني في إطار سياسة تخفيف من درجة الاحتقان السياسي واحتواء المعارضين، تم إطلاق سراحه سنة 1976، وظل الرجل في وضعية معلقة بين المنزلتين، لا هو سجين بالمطلق ولا هو حر بالمطلق، إلى أن حصل على عفو ملكي شامل مع جلوس الملك محمد السادس على العرش. بعد خروجه من السجن سنة 1976 انخرط في هذا الحزب الجديد، حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية، وكما عمل على تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكان للرجل بعد حقوقي أنه يسعى دائما إلى الدفاع عن حقوق الإنسان. بعد معاناة طويلة مع المرض والعزلة والتهميش السياسي، توفي محمد بن حمو الكاملي بعد أدواره الطلائعية يوم الأربعاء فاتح ماي 2019 عن سن 82 سنة، على اعتبار أنه من مواليد 1936. نأتي على نهاية حلقتنا. كل المنى، شكرا لاقتراحاتكم وتعليقاتكم وتفاعلكم، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.